الخشيات دي عند الناس التعبانه، ودام ربنا موسعها علينا نضيعها على بعض ليه؟ بس الدنيا مش حنيه وبس، الدنيا حنيه وعقل. مش كل الناس ناس، في ناس ربنا جعلهم مسؤولين عن ناس. ربنا مش بس ما بيرضاش بالظلم، ربنا ما بيرضاش ان المظلوم يسيب حقه ويطاطا. دي حاجه انا بس اللي عارفاها، ربنا اختارها لي خلاص، ولا انت ولا امي ولا مخلوق يقدر يقول لحاجه اختارها ربنا. لا الموت راح يا ابني، لكن اللي عايش هو اللي بيتخطى.